مرحبا بكم من جديد في قناة سيموكوك. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي سهلة، عبارة عن لي زيكلير. كيف ما كتلاحظوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيونا زوينين. غادي ديغيستي روعة. كيف ما كتلاحظوا معايا لافارس الداخل زوينة، لي زيكلير شكل زوين، الكاناج طوب. خليكم معايا نشوفوا لها وصفة. بالنسبه للمكونات عندنا 240 مللتر ديال الماء، 128 غرام ديال الدقيق، 115 غرام ديال الزبده، 4 البيضات، 6 غرام ديال السكر، و 3 غرام ديال الملح. بالنسبه للكريم باتيسير كنحتاجو 480 غرام ديال الحليب، 6 ديال صفار البيض، 30 غرام ديال ذره النشا، عندنا 135 غرام ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الفان. اول شيء غناخذ الزبده وغادي نضيفوا معها الماء، غادي نضيفوا الملح والسكر وكنوضعوهم على النار. كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما كتبوي لنا الزبده كتولي على هذا الشكل، هذا كنطفيو على النار وكنضيفوا عليها الدقيق المذكور يعني، وكنحاولوا نخلط كل شيء مع بعضه. ناخذ لاباط كنديروها في باتور، من بعد غادي نبقاو نضيفو في البيض غير بشويه بشويه. كيف ما تلاحظوا معايا كنبقى نضيف البيض غير بشويه بشويه حتى كتجمع لنا لاباط. كيف ما تلاحظوا البخار هو طالع، داكشي باقي سخون. المهم باش تجينا لاباط ليس تكون مزيان. نضيفو البيضة الرابعة، لاحظوا معايا بعد ما خدينا العجين ديالنا كنوضعو هنايا في البوش وكنحاولو نوضعو على هاد الشكل هذا. غادي ندخلو الطيب في الفران على درجة الحرارة ديال 160 25 دقيقة. باش غنصوبو لاكريم باتيسير كناخدو الحليب كيف ما ذكرنا في الأول 480، غادي نضيفو معاه معلقة ديال الفاني وغادي نوضعو على النار نخليوه حتى كيسخن لينا واحد شوية ونزيدو عليه المكونات الثانية. كناخدو 6 ديال صفار البيض وكنضيفو معاهم السكر، كنحاولو نمكسيو كلشي مع بعضو حتى كيتجانس لنا السكر مع البيض، ومن بعد غادي نضيفو النشا ديال الزبدة. بالنسبه للحليب كنضيفوه بشويه بشويه وكنبقاو نحركو باش زعما يطيب لنا البيض ديالنا، حيت لخوينا الحليب كله في دقه غادي يطيب لنا البيض. ومن بعد غادي نرجعو الخليط على النار باش يعقد لينا هو باش غادي نفارسيو لي زيكلير ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا لاباط باتيسي راهي بدات كتعقد صراحه، طالعه منا ريحه ديال الفاني، ريحه زوينه بزاف. فوالا لاكريم باتيسي راهي موجوده. غادي دابا ندخلوها الثلاجه، ولكن قبل ما ندخلوها غادي ندير واحد الكابي سلوفان ومن بعد ندخلوها الثلاجه تبرد لينا بما طابت لنا لي زيكلير ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا لي زيكلير كيجيو زوينين، شوفوا كيفاش منفوخين. ان شاء الله غادي تعجبكم لا غوصير.
بالنسبه للغناج كناخذ 120 غرام ديال لاكريم مع 120 غرام ديال الشوكولا وكنوضعوهم في حمام مريم حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا كندير واحد التقيبه غير صغيره من هنايا وكناخذوا لافارس اللي صوبنا ديال لاكريم باتيسيير. فوالا كتجينا على هذا الشكل هذا ولات ثقيله دابا. الان اخر مرحله كنضعوا الكناج اللي صوبنا ديال الشوكولا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي زيكلير. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم وشكرا لكم دائما على المتابعة في قناتكم سيمو كوك ونراكم في وصفة قادمة ان شاء الله.